في الاسم الاول عنه ما بنتحول في الاخبار في الرياضه بكل شي فالجميل بوجي تحية عطيرة، لو تعرفنا على نفسك. معك رزق زحالقة من كفر قرع، ابن كفر قرع، العمر 34 سنة. تحية. أنا بكت بدي بهاي المقابلة، أنا كثير كثير سعيد وجدا مبسوط على أساس في عندك نوعية اللي هي الرياضة. تحكي لنا عن نوعية الرياضة اللي أنت بتتعامل معها، اللي هي بدأت فيها هواية وصارت احتراف. نوع رياضة بصراحة شوي مش معروف عندنا في الوسط العربي، وإذا بدنا نحكي عن إسرائيل يعني نسبة محدودة من الناس اللي بيعرفوا هاي الرياضة، أو النسبة اللي بيحبوها أو ماشيين معها. رياضة اللي هي مثل ما شايفين هنا مع كلب، رياضة اسمها رياضة شوتسون، كلمة ألمانية، مكونة من ثلاث مراحل. مرحلة اللي هي مرحلة جيشوش اللي هي اللي بتسمى عن تفتيش أشياء اللي احنا بنعلم الكلب يفتش عليها، ومرحلة المشماعات اللي كديش الرمال اللي بيشتغل فيها الكلب انه بيكون مطيع ومظبوط بالشغل اللي بيشتغله، انضباط يعني انضباط. ومرحلة الهجنة اللي هي الدفاع، الدفاع عن صاحبه او عن حاله. او منين هاي الهواية جتك يا سيد رزق؟ اجتني هواية بصراحة، انا من زمان بحب الاشي بس ولا مرة فكرت فيه لمدى بعيد يعني، او كاحتراف او اجتني يعني عن طريق الصدفة، عشان بحب الاشي كنت اروح اتفرج واشوف ناس وتعرفت على كم من بني ادم اللي شجعوني على هذا الاشي كمواطن عربي اللي مش معروف ان هذا الاشي، وشافوا فيي اني انا بني ادم اللي بقدر اوصل لمراحل كثير بعيدة ومنيحة. قررت اني بدي اشتري جرو صغير ابن شهرين اللي هو اليوم وضع عمره 4 سنين ونص، ميكو. واشتغلنا وتعلمنا وفتنا على محلات اللي هي زي مجموعات، عملنا فتحنا كمجموعة مكونة من 20-25 بني آدم، نلتقي بكمان مع محل هنا في إسرائيل يعني. واليوم الحمد لله رب العالمين شاركت في يعني عدة عروض أو في مباريات، خلينا نقول في البلاد. شاركت بكثير مسابقات وعروض هنا بإسرائيل، ومنها اللي كانت مع علامات ونتائج الحمد لله منيحة، وفي منها مرتين أو ثلاث مرات اللي كنا في مرتبة أولى. وأنا اللي بهاليومين لازم أسافر على ألمانيا مع الكلب، عندي مسابقة بألمانيا من اختيار من كل دول بيختاروا أحسن ثلاث الأوائل. أو أربعة الأوائل، ومن إسرائيل أنا كنت من ضمن الأوائل، الثلاث الأوائل. ما شاء الله، يعني أنت وصلت لا يعني لأشياء حلوة يعني. الحمد لله وصلت لأشياء، نتائج ممتازة. نتائج ممتازة ونتمنى إنه نتقدم كديش أكثر
يعني في ألمانيا ممكن هسه في المسابقة يعني إحنا صير يعني في وادي عارة إن مندوب الأول إن شاء الله. في إنه هناك بالمسابقة هاي في كثير ناس اللي هم لهم بمجال بالمجال هذا كثير سنين. أنا يعني كلياتها 6-7 سنين جديد على إني جيت من وسط العربي إني بعرفش هاي الأشياء ومش معروفة عنا. أجي أوصل للمراحل هاي ويجي يقولوا لي من إسرائيل أنت من ضمن الثثوال اللي طالعين، هذا بالنسبة لي نجاح. وشو بيجي لك قدام هاي؟ أنا ما نقدرش نكرر النتائج وأشياء عشان هاي الرياضة مش أنا لحالي بكرر، إنه هسا بدي أعتمد على حالي. في معي وأنا شريك اللي هو برضه مثل ما بيقولوها روح وإحساس ما شاء الله. سؤال، أنت يعني اليوم شو تطلعاتك؟ شو الكلمة اللي بترسلها لشبيبي في المجتمع العربي بخصوص هاي نوعية الرياضة؟ بتمنى أول شيء إنه يفهموا إنه الكلب مش بس اربطه على جنزير واطعمه وشربه، لا أكثر من هيك. بيقدر الواحد ينبسط من الوقت مع الكلب اللي له، بيقدر ينبسط معاه كثير، يستغل كل وقت فاضي فيه إنه مثلا تعال تاني العب، بدأ زهزة عن بالي شوي مثل ما بقولوها. وبعد ما يشوف إنه كديش الكلب بيقدر يطيع ويرد مخلص أمين ويكون معاه مخلص لدرجة إنه بمر علي أيام اللي أنا بقدرش أطلعه، بودي حدا يطلعه من البيت بيسويش ولا شيء، بيجي بقعد قدام باب البيت يستناني. يفهموا هذا الإشي وإن شاء الله إنه إذا طلع بيدنا نفوت الإشي هذا عنا على الوسط أو عنا على البلد، وأنا بكون إحدى الداعمين وإن شاء الله إنه بطلع بيدنا نعمل يعني ممكن نفتح مدرسة لتدريب إشي إن شاء الله. وإذا بتنفتح المدرسة أنا أول من يشارك في الإشي. الله يعطيك افتح بوجهك. نتمنى لك طبعا طاقم بوجة احنا انه النجاح في المسابقة اللي جاء علينا بعد ايام في المانيا، وتبقى طبعا مع نتائج مشرفة من الاوائل، وهيك بنبقى احنا فخورين فيك في هاي نوعية الرياضة. وتحية عطرة لك وشكرا. الله شكرا لكم، اهلا وسهلا. شكرا شكرا، تسلموا. اعمل تمرين. ايوه اعمل تمرين، ايوه العب معه هيك شوية طوالي. فوت من وراي وانا بوديه على سركاه. تيه مخان لشلتها هذا
رجل رجل